تفاصيل مناقشات هذه الجلسة يسردها لنا ياسر نور الدين من نيويورك. أحييك ياسر. إذن هناك جلسة لمجلس الأمن تناقش التوترات التي تحدث في البحر الأحمر، أيضا مسار اتفاق الحديدة وبعض الموضوعات الأخرى حول ما يحدث من هذه التوترات. هل لك أن يعني تنقلنا حول تفاصيل الوضع في جلسة مجلس الأمن هذه؟ بالتأكيد، تحياتي لك حساني وللسادة المشاهدين. في تمام الساعة 9:45 سوف تبدأ هذه الجلسة، وهي جلسة كما تفضلت حساني، هي جلسة مغلقة، إذن لن تكون هذه الجلسة متاحة لوسائل الإعلام للإطلاع عما يدور بها. ولكن هناك مصادر من مسؤولين في الأمم المتحدة تحدثوا بطبيعة الحال بأن هذه الجلسة هي غاية في الأهمية، هي جلسة تشاورية حول ما يحدث في باب المندب وما يحدث من الحوثيين وأيضا الهجمات الأمريكية والبريطانية الأخيرة. سوف ينضم للجلسة الأولى التشاورية أيضا الجنرال مايكل بيري، وهو رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة، وأيضا سوف يستمر هذا يعني للاطلاع على ما يدور هناك. بعد ذلك سوف ترفع الجلسة كما يعني تتحدث الأنباء من الأمم المتحدة ومجلس الأمن حساني لتبدأ جلسة أخرى. هذه الجلسة سوف تكون أيضا مغلقة، ولكن سوف تكون أكثر تركيزا على ما يتم هناك من هجمات من الحوثيين وما أيضا أعقبه من مسألة الرد الأمريكي والرد البريطاني. حساني، كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد تحدث في بيان للحوثيين وأكد على تشديد أنه لابد من الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2722، وهذا بشأن الهجمات من الحوثيين. وأيضا شدد حساني بأنه لابد من الالتزام من الحوثيين وعدم تكرار مثل هذه الهجمات، حيث أنه قال في بيانه أن التحسن الأخير في الحالات الإنسانية في اليمن إذا ما يعني استمرت هذه الهجمات سوف يكون هناك رد فعل وسوف يضر بكل يعني هذا التحسن الطفيف. هذه يعني الجلسة هي هامة للغاية، سوف ننتظر ما سوف يخرج عنها. وأيضا الحوثيين هم يعني يحفرون مقابر للشعب اليمني من خلال هذه الهجمات، ولكن أيضا هناك رد روسي أيضا لابد أن ألا نغفله، حيث أن هناك اعتراض حساني من المندوب الروسي ومن روسيا على هذا الهجوم الأمريكي البريطاني الذي حدث أكثر من مرة. سوف نكون معك فيما تتمخض عنه جلسة مجلس الأمن بخصوص اليمن في القادم. أشكرك من نيويورك الآن ياسر نور الدين، أشكرك شكرا جزيلا ياسر.